الكل يتساءل كيف أحسب تكلفة مشروع بناء المنزل أو مبنى، أو كيف أخطط بطريقة صحيحة لأعرف ميزانيتي واحتياجاتي لمشروع البناء. بتكون مناقشتنا بمثابة تبسيط المفاهيم الهندسية والمعمارية، وفي كيفية حساب التكلفة وربطها ببرنامج المساحات لمشروع البناء. ومثل ما ذكرت في الفيديو السابق عن كيفية تطوير مبنى التصميم، فإن تطوير ميزانية المشروع مهمة جدا قبل البدء في التصميم، ويجب اعتماد الميزانية من قبل العميل قبل البدء في مرحلة التصميم التخطيطي. ولهذا السبب حاب أقضي معاك بعض الوقت في شرح كيفية بناء ميزانية المشروع، حيث أن هذا الموضوع لا يناقش في المدارس ولا في الجامعات ولا نتعرض عليه كمهندسين معماريين في مرحلة الدراسة، إلا أنه جزء من الواقع اللي نتعامل معه في صناعة العمارة في العالم الحقيقي. عندما نتحدث عن تكلفة الهندسة المعمارية، فإن عادة ما نقسمها إلى واحدة من الفئتين، هناك تكاليف غير مباشرة وتكاليف مباشرة. التكاليف الغير مباشرة تشمل رسوم التصميم ورسوم الاستشاري ورسوم الخدمات الهندسية مثل خدمات التصميم الإنشائي ومصممي خدمات التمديدات ومهندس المناظر الطبيعية ومصمم الإضاءة وخدمات التصميم الداخلي. وهناك أيضا رسوم التأمين ورسوم استخراج التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، وتكاليف تمويل ورسوم إصدار شهادات الخاصة مثل الاستدامة ورسوم القانون. أما بالنسبة للتكاليف المباشرة، فهي كل الأشياء المرتبطة بتكلفة بناء المشروع مثل الحديد والطابوق والتشطيبات وكل ما إلى ذلك من مواد البناء. تشمل ميزانية المشروع كل من التكاليف الغير مباشرة والتكاليف المباشرة، وإضافة إلى تكاليف شراء الأرض. عادة يكون للمهندسين المعماريين جدول لرسوم أتعاب التصميم، إما أن تكون محسوبة كنسبة مئوية من قيمة تكلفة البناء واللي أشرنا عليها بالتكاليف المباشرة، أو جدول بالرسوم المحسوبة بالساعة، أو مزيج مختلط بين الاثنين كنسبة مئوية وحساب بالساعة، أو تكون سعر ثابت بمجرد تحديد نطاق المهام. طبعا تتراوح رسوم الخدمات التصميمية المتكاملة ب 5 إلى 20% من قيمة تكلفة البناء بشكل عام. سوف تمثل التكاليف المباشرة غالبية تكلفة المشروع، حيث أنها سوف تؤثر بشكل كبير على التصميم المعماري. قبل ما أبدأ التصميم، أقوم بتقييم ميزانية التكاليف المباشرة مع العميل، ولتحديد ما إذا كانت معقولة لنطاق العمل المطلوب. طبعا في بداية المشروع ما نعرف سوى القليل من المعلومات عن المبنى، لذلك لا نستطيع عمل تفاصيل للمكونات والمواد البناء حتى الآن، ولا نعرف ماهية المبنى أصلا. بدلا من ذلك نبدأ بوضع حساب تفصيل المساحات وقائمة من المتطلبات والرغبات التي تسمى لدى المعماريين البرنامج أو برنامج المساحات. نبدأ بتخصيص الأحجام ومساحات الغرف، مع العلم بأن الحجم الكلي للمبنى سوف يكون مرتبط بالميزانية المستهدفة من قبل العميل. تخيل الآن العميل قدر ميزانية بناء المشروع بسعر 2700 درهم للمتر المربع، وإذا بنحسبه بالقدم المربع يعني تقريبا 250 درهم، وهو ما يفي ميزانيته خلال مرحلة التصميم التخطيطي. وإذا تم اختيار المقاول للمشروع وكان سعر التعاقد تقريبا 5400 درهم للمتر المربع، يعني تقريبا بالقدم المربع يعني 500 درهم، فهذا يعني تكلفة البناء زادت تقريبا 100% عن ميزانية العميل. فمن المهم جدا إجراء المناقشات لربط التوقعات الجودة لدى العميل. الآن إذا افترضنا أن متوسط تكلفة البناء تتراوح ما بين 2700 إلى 3700 للمتر المربع، ثم طبقنا عوامل حساب المساحة للبناء، فبنحصل على نطاق الميزانية التقديرية للعمل عليها. بغض النظر عن مدى دقتك في تقديرك للتكلفة التقديرية للميزانية، بتكون هناك دائما بعض الأشياء اللي فاتتك مثل بعض المواد البناء أو الأنظمة أو صار ارتفاع في الأسعار في مواد البناء أو حصول ظروف غير متوقعة. ثانيا لأن لا يوجد مقاولين يستلمون نفس الرسومات ونفس المواصفات وراح يعطونك نفس المعلومات ونفس السعر، والسبب في شغلتين: اختلاف في تقنية البناء من بين المقاول للمقاول، الشغلة الثانية العقود بالباطن، والشغلة الثالثة اللي هو سعر أيدي العامل تختلف من بين مقاول لمقاول. تقدر تستشير مستشار لحساب الكميات والتكلفة لرفع دقة التقديرية للميزان. على سبيل المثال كان لدي مؤخرا مشروع زاد في تكاليف المواد التشطيبية تقريبا ب 20%، والسبب كان التعرفة الجمركية المفروضة على هاي المواد والمستوردة من دول أوروبية. ولتغطية هاي الظروف الغير متوقعة تم إضافة ميزانية للطوارئ، وهاي هي نسبة مئوية من الميزانية الإجمالية المخصصة للأمور المجهولة اللي ما نعرفها تقريبا،
وتبدأ في المراحل الأولى للتصميم بنسبة عالية تصل تقريبا إلى 15%. كل ما عرفنا تفاصيل زيادة في المشروع كل ما نزلت نسبة الطوارئ من 10% إلى 5%، وقلت حاجتنا لميزانية الطوارئ. طبعا تساعدنا هاي المعلومات كل من المصمم المعماري والعميل على توجيه قراراته قبل إنشاء مبدأ التصميم، وقبل البدء حتى قبل ما ترسم الخطوط الأولى. وكذلك سوف تدعم ميزانية العميل مما يضمن عدم مفاجأته بحقيقة تكاليف البناء، وما يضمن عدم تصميم المصمم المعماري للمشروع لا يستطيع العميل تحمل تكاليفه. من الممارسات الجيدة كذلك إشراك استشاري التكلفة بسبب الخراطة وخبرته في هذا المجال. وحط في بالك ان اي متر مربع راح تضيفه على المبنى راح تحتاج تسخينه وتبريده واضاءته والحفاظ على نظافته للسنوات القادمه. كن حازما فيما تحتاج من المتطلبات وما يمكن العيش بدونه والاستغناء عنه، وكن مسؤول عن استهلاك المواد والحفاظ عليه للاجيال القادمه. كذلك التحكم في التكلفه في مرحله التصميم يتطلب منك تقليل المساحات، لان التغيير في هذه المرحله اسهل من مرحله البدء في صب الخرسانه. ولا أعتقد أن توفير المال عن طريق تغيير مواد البناء في هذه المرحلة يكون مجديا، حيث يتم تقييد الجزء الأكبر من التكاليف بالمتر المربع، وهذا ما يسمى بقانون القوة الاقتصادية المتعلقة بالتصميم المعماري. طبعا أقوم بترجمة الرسومات على برنامج الكاد حيث يعطيني الأحجام والمساحات الأكثر واقعية، وبعدها أرسلها للعميل لمراجعتها وإذا عنده أي ملاحظات أو تغييرات على المخطط. ولو بتلاحظون بأن العميل طلب زيادة مساحة غرفة النوم الرئيسي مما أدى إلى زيادة المساحة الإجمالية وبالتالي زيادة تكلفة البناء. فأبدأ بتغيير المخططات بحيث أوفر من مساحات أخرى حتى أبقى في ميزانية المشروع. في النهاية كان هناك زيادة في مساحة المتر المربع، ولكن يسعدني أن أقول بأن هذا القرار كان من جهة العميل حيث تمت الزيادة لسد رغباته في المشروع. إذا كنت حاب تعرف كيفية استخدام ورقة برمجة المساحات والميزانية ما عليك إلا أن تضغط على الرابط في المحتوى. تسمح ورقة برمجة المساحات والميزانية للعميل بالتحكم في مكان وكيفية إنفاق دراهم مشروعه، ولا بأس إذا كانوا يرغبون في الإنفاق أكثر أو أقل، فأنا هنا لتقديم المعلومات التي تتيح لهم باتخاذ القرار المناسب وتنويرهم قدر الأمكان بهذا الشأن. كان وياكم المهندس والمصمم المعماري عبد العزيز كنون الشامسي. إن شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، وأرجو منكم أن تضغطون على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لأنه راح يدعمني في تطوير القناة. ونشوفكم في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.